في مجال الدعوة إلى الله بمقدار ما هي غني بالأنشطة الحركية. نعم هنالك فئة أنا لا أعلم غيرها، أعلم أفراد قلة لكن كفئات لا أعلم إلا فئة واحدة، هي التي تسمى بجماعة التبليغ، وهي التي انطلقت في الأصل من الهند. هؤلاء هم الذين يفعلون تماما كما أمر الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ينشطون ويذهبون إلى القرى وبنفس طويل هادئ يعلمون ويعرفون ويدعون إلى الله. قد تكون بضاعتهم العلمية قليلة، نعم، لكنهم في عملهم الدعوي صورة طبق الأصل عن عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست لهم أسبقيات ولا خلفيات أخرى بشكل من الأشكال، يعني لا يسخرون الدعوة من أجل مغانم، من أجل السياسة، من أجل أي شيء. نعم يذهبون إلى القرى ويفتحون المساجد ويدعون أهل القرية إلى هذا المسجد، ثم يدعونهم إلى التوبة، وإن لم يكانوا كان فيهم من لا يعلم كيف يتوضأ يوضئونهم ويعلمونهم ويخاطبونهم، وكم وكم أدخلوا التأثير في قلوب أناس، وربما دخلوا في أندية ليلية، نعم، وطلبوا أن تكون لهم كلمة توجيهية وفعلوا. هؤلاء هم الذين ينشطون في هذا العمل كفئة لا كأفراد، وأنا أعلم أن لهم نشاطاتهم في أوروبا وفي أمريكا، والله سبحانه وتعالى يجري خيرا كبيرا على أيديه. لكن إذا تجاوزنا هؤلاء الناس لا نجد، قلما نجد دعاة إلى الله سبحانه وتعالى يعرفون الناس على دينه. ولكن كل مسلم يستطيع أن يجد الحركات الإسلامية الكثيرة التي تنشط في مجال دائرة الإسلاميين فقط، يعني في طرف واحد. هذا في حين أننا ننظر فنجد الفئات الأخرى من المبشرين وأمثالهم ينشطون النشاط الكبير، ترفضهم الأموال، ترفضهم وسائل تقنية كثيرة.